النهاردة هعمل كيك الهوت شوكولات، كيك بدون بيض بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، بطعم لذيذ جدا وغرقان هوت شوكولات. وصفة مثالية لعشاق الشوكولاتة بدون مضرب أو أي أدوات، ومش هياخد منكم مجهود خالص. ياريت لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في قناتي انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفة جديدة. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هعملها الكيك. هحتاج نص كوباية حليب، معلقة صغيرة خل عشان هعمل البتر ميلك، وأقلبه مع بعض الأول. وبعدين هضيف عليهم نص كوباية زيت، تلات أرباع كوباية سكر، وأقلبهم مع بعض. وبعدين هضيف عليهم كوبايتين دقيق، تلت كوباية كاكاو خام غير محلى، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، نص معلقة صغيرة نسكافيه دي اختياري، وهقلبهم مع بعض. وآخر حاجة هضيفها نص كوباية مية سخنة، هقلبهم كويس لحد ما كل حاجة تندمج مع بعض. وبعدين هقلب بالسباتلا عشان اتاكد ان مفيش اي ترسبات. واصب خليط الكيك في الصينيه. هستخدم صينيه بايركس، دهنتها مسح الزيت وحطيت في القاعده ورقه زبده عشان تسهل عليا اخرج الكيك منها. هصب خليط الكيك وافرد خليط الكيك كويس. كده كيك جاهز يدخل الفرن. التسوية هتكون في فرن ساخن مسبقا على حرارة 170 درجة رف أوسط، هفتح من تحت بس لمدة 40 دقيقة أو لحد ما ندخل في الكيك عود خشبي ويطلع نضيف. كده كيك استوى. دلوقتي هجهز الهوت شوكولت. هحتاج نص كوباية سكر، كوباية وربع حليب، ربع كوباية زيت، معلقتين كاكاو كبيرة غير محلى، نص معلقة صغيرة نسكافيه دي برضو اختياري. وهقلب كل المكونات على البارد وبعدين احطهم على النار لحد ما الكاكاو يدوب تماما والخليط يغلي. وبعدين هضيف عليهم مكعب شوكولاتة، ده اختياري، تقدروا تستخدموا اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه، وأقلب لحد ما الشوكولاتة تدوب تماما. الكيك استوى، هخرجه من الصينية واشيل ورقة الزبدة وارجع الكيك تاني للصينية. هقسم الكيك بالسكينة الأول للحجم اللي انتوا بتحبوه، وهصب عليه الهوت شوكولات وهو سخن عشان الكيك يتشربه كويس. هسيبه يبرد تماما. بعد ما الكيك برد تماما هوريكم بقى شكل الكيك من جوه عامل ازاي. خفيف واسفنجي قوي، والهوت شوكولات اللي عليه طعمه تحفه. الكيك غرقان هوت شوكولات حرفيا، طعمه كان حلو جدا، لازم تجربوه. اتمنى من كل قلب وصفه النهارده تكون عجبتكم. جربوه وقولوا رايكم في التعليقات. واشوفكم تاني على خير قريب في فيديو جديد. وباي باي.